شكرا الأخ الرئيس. أنا كلامي للأخ رئيس اللجنة أبو فهد، يعني أنت رجل متخصص، وكان اتفاقنا خاصة على المادة السابعة في المداولة الأولى كنت ماشي تمام، لكن الآن هذه جريمة بحق المال العام. أنا صراحة مع احترام وتقدير لوزير المالية ولا الحكومة، الحكومة معروف شنو المدى اختراق القانون بهذه المشاريع، وهو كان بشكل واضح. شوف التجاوزات مشاريع البي او تي الان شلون صايره، ترخيصها بصوب وهي رايحه بصوب. الان احنا هني ونعطيه مره ثانيه المشروع دون هذا المشروع، معطينا الارض قبل 20 سنه، هل يعقل بعد 20 سنه نفس القيمه؟ ما يجوز يا اخي. في ناس تجاوزوا تراخيصهم، في حاله التجاوز القيمه اختلفت، القيمه للمشروع ما اصبحت كالسابق. هذا جانب. الجانب الاخر، وين الشفافيه اللي تتكلم عنها؟ وفهد هذه مسؤوليتك، مسؤوليتك تجاه هذا القانون، وكنا احنا ماشيين زين، لكن مع الاسف انا قاعد اشوف تعديلات وقاعد يستند على الهيئه. عطى دقيقه. انا ابو فهد لا يقول لك هيئه خبراء، وانت كلامك صحيح، ترى الاقليه الله يجزاكم خير بيض الله وياكم، يا اخي احفظوا وجه هذا المشروع، لا تقتلونه، لا تخلون الانسان اللي التزم في العقد وسلم المشروع للدوله تعاقبونه، تخلون غير اللي نفذ هذا العقد وتجددونه مره ثانيه. ما يجوز، ما يجوز هدر المال العام بهالشكل. انا كنت يفترض بالحكومه تقول لكم لا يبا ما يصير كذي، ما في لا عداله ولا شفافيه، ما يحتاج اصلا يعني نناقش هذا المشروع، تعال جدد له. ايش حق تجدد له يا اخي؟ قعد في المشروع يا حاله من حال المتنافسين، واخذ الفتره وقيم، لا وزيدك من الشعر بيت، بعضهم باع خلوات، وبعضهم تجاوز الترخيص، وبعضهم جددوا له 20 مره على قيمه اصول قبل 20 سنه. اليوم هل قيمه الاصول نفس اليوم عقب 20 سنه؟ اي منطق نتكلم عنه ما لم يكون هناك في شفافيه؟ وشكرا الاخ الرئيس.